تشرفت بتمثيل سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء بافتتاح معرض الاخوت للسنة السادسة على التوالي. الان هذا في حلته السادسة، واضح من المشاركين من هناك اقبال متزايد على صناعة الرياضة البحرية وصناعة القوارب البحرية بالكويت، وبالتأكيد هذه كحكومة نشجع هذا القطاع اللي الآن بدأ ينتشر، وهو قطاع مهم للاقتصاد الكويتي بطبيعة موقع الكويت، ويعني من المشاركين الذين يزدادون سنة بعد سنة المشاركين، خصوصا من الشركات الأجنبية وأشقائنا من الخليج. معرضنا هالسنة أول شيء أتوج في الخبر المهم أن إحنا صرنا عضو فضي في الاتحاد العالمي لمنظمين معارض اليخوت بعد ما استوفينا كافة شروط مذكرة الامتياز. هالسنة راح تشوفون وايد يخوت بالماء متنوعة وجديدة وأحجام شوي أكبر، لأن السوق الكويتي صار يحب الأحجام الكبيرة. عندنا أشياء جديدة حق الناس اللي ما تبي تشتري بوت ويخوت، في تشارتر كومبانيز يعني اللي أجرون اليخوت باليوم، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات. عندنا بطولة كتم نفس تبلش باتشر، عندنا مسابقة فيشنج سيميليتر وعدة أنشطة حق الحضور. احنا نسعى في هذه السنة او وفي السنوات ان شاء الله القادمة ان نفعل جانب النشاطات الرياضية البحرية ونسوي موازنة بينها وما بين الجانب التجاري من البيع والشراء، فبالإضافة إلى وجود البوثات اللي موجودة هنا للشركات وللوكالات، أيضا راح تشوفون موجود عندنا هنا جانب آخر اللي هي الأكتيفيتي. عندنا بطولة كتم النفس اللي راح تكون إن شاء الله في تاريخ 28 و29. احنا وكلة شركة سيلفر ويف بوت، احنا الوكلة في الشرق الأوسط، وشركة صناعة فرنسية يركب على الجتسكي، طراد يركب على الجتسكي، يطور الجتسكي إلى طراد أوفر من ما أنت تشتري طراد بروحه، ويوفر عليك تصليحاته والغلا في سيرفس وقطع الغيار. طبعا هذه أول مشاركة لنا بمعرض اليخوت بالكويت، وصراحة نتشرف بالتعامل معهم، وفرونا كل تسهيلات وما قصروا ويانا، وإن شاء الله متأملين بداية خير، خصوصا المنتج إماراتي وأصحاب المصنع الرئيسي شراكة إماراتية كويتية، فكان دافع لنا إن شاء الله إحنا كشباب بعد ندش بالماركت هذا ونفتحها بسوق الكويتي. تاريخ الكويت بحر، إحنا تعرفنا على الناس على دول المجاورة عن طريق البحر، فهذا بالعكس هذا شيء وايد زين على أساس نوري الناس إن البحر خير حق الكويت من الأساس. المعرض بلش اليوم بإذن الله ليوم الجمعة، كل يوم فاتح من 4 لـ 9:30 في المارينا كافيه.